تنص المادة 302 من قانون العقوبات على أنه يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفه نيابيه عامه أو مكلف بخدمه عامه لا يدخل تحت الفقره السابقه إذا حصل بسلامه نيه وكان لا يتعدى اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة يشترط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسند اليه ولا يعني عن ذلك اعتقاده بصحة هذا الفعل المادة 308 مكرر من قانون العقوبات كلما قذف غيره بطريقة التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الماده 302 نفس السب والقذف العلني العادي لو تم عن طريق التليفون يأخذ نفس العقوبه طبقا لنص الماده 308 مكرر من قانون العقوبات وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سبا لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات تضمن العيب أو القصف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالمواد السابقه طعنا اذا 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 اشتمل طعنا في عرض الافراد او خدشا لسمعه العائلات يعاقب برضو بالعقوبات بالمواد المنصوص عليها في الماده 308 و309 الماده 70 من القانون رقم 10 لسنه 2003 اللي هي خاصة بتنظيم الاتصالات القانون سبعين المادة سبعين من القانون عشرة لسنة 2003 الخاصة بتنظيم الاتصالات قالت مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها كما هي كما أنه من المقرر بنص المادة 76 فقرة 2 من ذات القانون مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مين بقى؟ اللي تعمد ازعاج او مضايقه غيره باساءه استعمال اجهزه الاتصالات في عقوبه بالحبس او الغرامه او الاثنين مع بعض اذا تعمد ازعاج او مضايقه غيره باستخدام التليفون